وأبدى سكان حي 120 مسكنا بمدينة أضرار استياء وتذمرا كبيرين إزاء الوضعية التي ألي إليها المركز التجاري الواقع بالحي والذي يضم أزيد من 50 محلا تجاريا تم توزيعها على البطالين منذ أكثر من سنة ضمن مشروع محلات الرئيسة. المزيد في تقرير يمين بالعلمي ووردة قشيشة. أزيد من 50 محلا تجاريا تم توزيعه منذ أكثر من سنة على البطالين ضمن مشروع محلات الرئيس بحي 120 مسكن بمدينة أضرار، أين عبر السكان عن استيائهم وتذمرهم إزاء الوضعية الكارثية التي آلت إليها هذه المحلات اليوم. هذا المركز راه ضايع من جهة العمل ما كانش، الحراس ما كانش، وهذا المركز تبنى بمال باهظة. المحلات هذه راهي في مترتين على مترتين ما تليقش باش تكون محلات حرفية، هذا من جهة. من جهة ثانية نطلبوا من المسؤول الأول على مستوى الولاية أنه يتخذ قرار شجاع، وهو أنه يعطي أمر بربط شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي باش على الأقل الشباب اللي تكون عندهم حرف ولا تكون مستفيدين من هذه المحلات ينطلق النشاط نتاعهم. وفي رده على انشغالات المواطنين أوضح الأمين العام المسير الحالي لبلدية أضرار أن هذا المركز التجاري بات يشكل خطرا على المواطنين، كما أن المشكلة يكمن في عدم تزويده بالكهرباء الذي يبقى عالقا في انتظار تدخل في أقرب الآجال. بالنسبة للمركز التجاري اللي أصبح يشكل خطر فعلا على المواطنين داخل الحي، يعني خطر، يعني ولا يستغل أحيانا في رمي الأوساخ أو بعض المظاهر السلبية لبعض داخل هذا المركز اللي يشكل خطر فعلا على المواطنين رغم ممارسه العديد من مصالح الامن، انه زعما انه لم يتم تزويده بالطاقه الكهربائيه، يعني اللي راه المشروع يعني راه عالق بين مديريه صاحب المشروع مديريه السكن ومصالح سومرغاز. محلات تجاريه كانت من المفترض ان توفر فرص عمل للعديد من الشباب ان تم استغلالها احسن استغلال.